القوى العاملة 4200 وظيفة برواتب بتصل إلى 8000 جنيه، اتعرف عليها. واللي في الصورة ده هيثم سعد، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة. وقال هيثم سعد، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزارة سوف تعلن يوم الأحد عبر موقعها الإلكتروني عن توفير 4219 فرصة عمل برواتب بتبدأ من 1200 وتصل إلى 8000 جنيه في برنامج أحلام مواطن المذاع لقناة صدى البلد. إن هذه النشرة كانت تصدر مرة واحدة شهريا، لكنها بقت تصدر مرتين شهريا وفقا لتوجيهات الوزير محمد سعفان. وأوضح إن من يرغب في الحصول على فرصة عمل يدخل على موقع طالب العمل ويختار الفرصة. يدخل على موقع طالب العمل ويختار الفرصة التي يريدها، والإدارة المختصة بترشيحه إلى جهة العمل. جهة العمل التي سوف يتم الاختبار فيها. وأشار إلى أن هذه الوظائف متاحة في 9 محافظات، وهي القاهرة الشرقية، القليوبية، أسيوط، المنيا، الغربية، الدقهلية، البحيرة. موضحا أن هذه الوظائف متاحة للذكور والإناث والأصحاء والمعاقين. ولفت إلى أن الوظائف متعددة مختلفة بداية من الطبيب وحتى الفني، موضحا أن باب التقدم مفتوح لمدة 15 يوم.